طب يا رب والله العظيم انا مش عارفه اعمل ايه، يعني ساعدني وحياة ربنا انا تعبت والله ما قادره خلاص. طب ايه؟ يعني مش قادره مش قادره يا نعيم. هقول لك بصي، هو في حل، هو مش مضمون قوي بس يعني ممكن يخلينا نخلص اسرع. حاولي تفكري في اي رقم مميز بالنسبه لنانسي، يعني تاريخ ميلادها، رقم هي بتحبه، يعني حاجه شبه كده. تاريخ ميلادها 3/3/1993. لا مش تاريخ ميلادها. طيب تاريخ جوازها، تاريخ جوازها اكتب 22/10/2022. لا برضه. نانسي دي ارقام روماني دي ولا ايه؟ تاريخ الحادثة اللي حكيت لك عنها. يا بنتي انت متأكدة ان انت عايز تعملي تاتو يفكرك بيها على طول؟ كده كده فاكراها على طول، دي حادثة مات فيها بابا وماما. ربنا يرحمه. التاتو التاتو 26/8/1900 فتح. اوه برافو، انت طلعتي شاطرة بقى. جميل. هات بقى. عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ هات الفلوس يا عم. فلوس؟ ما مش ساعدتك انا على فكره. ممكن اقطعك في نص المكان، عايزه جدا اقول انت اتحرشت بيا. لا لا اتحرشت ايه؟ بصي انا ممكن اكون في مرحله الاعجاب لكن تحرش استحاله. اصل كده كده محدش بيصدق الرجاله. دي قضيه على فكره يا نعيم. قضيه؟ اتفضل. يعني انا في الاخر ما لميش غير العطله؟ هو ايه بقى اللي على الهارد ده؟ ده شكله كده اللي نانسي راحت بسببه. اللي نانسي راحت بسببه؟ طيب باي باي. بص 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 يا نهار اسود، بص ده تاريخ انتهاء صلاحية الدواء وده تاريخ توريده بعد انتهاء صلاحية الدواء. طب انت مين قالك ان انا عايز ابص؟ مش عايز ابص. لا 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 تعالى هنا. ودي قائمة المستشفيات اللي بتقبل الأدوية دي. دي عصابة بقى وهم طبخينها سوا. يا دي الليلة السوداء يا نعيم، عصابة وطبخينها سوا. انا ايه اللي خلاني اقعد؟ انا كان المفروض اروح. انا عمرك شفت قذورة بالشكل ده يا نعيم؟ لا انا مش عايز اشوف اي حاجة. وادام الموضوع وصل لشبكة وقذارة والحاجات دي يبقى انا ايه؟ باي. انا باي. نعيم. نعم. اوعى تجيب سيره لحد بالموضوع ده، اوعى. اديني بقول لك اهو. موضوع ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. انا باي. لا وباي ليه؟ انا ما اعرفكيش اصلا. اوف.